يا أبويا لو سمحت امسكي نفسك شوية عشان نعرف نكمل. ما قدرش يا حضرة الظالم. أنا مقدر اللي انت فيه، بس احنا كده مش هنخلص يا نعم. هديني سكت اهو. لا أنا مش عايزك تسكتي، أنا عايزك تتكلمي. أقول إيه؟ مفيش حاجة تتقال، ترجع اللي راح. أبوكي كان ليه أعداء؟ عم جرجس عمره ما كان ليه أعداء. والبلد؟ البلد كلتها كانت بتحبه. عليكوا طار؟ أبدا لا. عندكم سلاح في البيت؟ بندقية سيدي القديمة. آه جدك يعني. طب مين آخر واحد استعملها؟ سيدي الله يرحم. ليه؟ ما هو عاش، كنت صغيرة وقتها. شفتيش عم جرجس بيتخانق مع حد قبل كده؟ أبويا كان راجل طيب. الله يرحمك يا أبوي. وبعدين مش هينفع كده، ما احنا كده مش هنخلص. امسكي نفسك شوية من العياط، نرجع لموضوعنا. ما تحاوليش تقنعيني يا نعمة ان عمره ما اتخانق مع حد يعني. تقدر تسأل أهل البلد كله. جيرانكم؟ لا. في الوكالة؟ لا. قرايب؟ أبدا. طب في حالة موته مين اللي يورثه؟ أنا بنته الوحيدة. أنا بتكلم على الورثة. أنا وعمي مكاري. عمك مكاري؟ أيوه. فين بقى عمك مكاري ده؟ عايش في الحاجر هو ومرته وعياله. الحاجر يعني حوالي 30 كيلو. ازاي بقى كانت العلاقة بينكم وبينكم وبين بعض؟ تقصد ايه؟ خلافات، مشاكل، حاجة زي كده؟ ابدا، عمي مكاري بيحب ان انا وابوي اكتر من ولده. وابوكي؟ كانت روحه فيه. طب وبعدين؟ مين متعود يزوركم في البيت؟ بيت عم جرجس عمره ما اتقفل في وش حد. انا اقصد مين اللي كان بيتردد عليه؟ ناس كتير. زي مين؟ لوجا فندي. مين لوجا فندي؟ ده واحد عندنا كان بيشتغل عند ابوي. بيشتغل ايه بالظبط؟ دراعه اليمين. وكان مأمن له على فلوسه؟ لوجا فندي ده راجل بيخاف ربنا. اما كلنا بنخاف ربنا، بس الشيطان شاطر. ايه اللي عم لوجا ده؟ لحم كتافه من خير ابوي. تمام، روح عندها اللي بره. تمام يا فندم. ايه علاقة المتهم بيكم؟ كان متكلم علي. وابوكي كان موافق ومرحب؟ وانت كنت بتحبيه؟ أقصد يعني كنت رايده؟ سلامة تريدوا بنات البلد كلها. اشمعنى يعني؟ اشمعنى سلامة يعني؟ عشان أخو الأسيس؟ لا، سلامة مقامه عالي. واللي يخليه يقتل أبوكي؟ سلامة عمره ما يمد يده للشر. أمال تفسري بإيه هدومه اللي مليانة دم وفي إيده أداة الجريمة؟ ما خبراش، بس سلامة ما يعملش كده واصل. وإيه اللي مخليكي متأكدة منه كده يعني؟ لأنه رايدني وأني رايداه، وأبوي كان موافق على جوازنا. قصدك إن مفيش سبب يخليه يقتله؟ أيوه. حصل حاجة تعطل الجوازة؟ أبدا. طب ما بينكم ايه؟ سكت ليه؟ قطع لسان اللي يقولك ده. خلاص خلاص خلاص، تقدر تروحي دلوقتي. يا عمدة، يا حضرة العمدة. أوامرك يا بيه. أنا نزهت على حضرة العمدة مش عليك. لا مؤاخذة يا باشا، حرب ابننا برضو وقف خدمتك. خلي حد يوصلها. من عناية. من الحريم، من الحريم يا حربي. حاضر يا حضرة الضابط. تعالي يا بنتي، شدي حيلك أمال، واحنا كلنا اهلك وناسك. تعالى يا دي حربي. لوجا فندي. خليه يدخل. اقعد يا لوجا فندي. اسمك ايه بالكامل؟ لوجا حبيب عبد المسيح. سنك؟ 52 سنة. مهنتك؟ بشتغل عند عم جرجس الله يرحمه. ها يا سيدي، شفت ايه؟ انا كنت رايح له. يا عشان ايه؟ ها؟ لجل ما أعطيه الإيراد والمفاتيح. مفاتيح إيه بقى؟ مفاتيح الوكالة سعادة البي. أنت متعود تروح له كل يوم في الوقت ده؟ أيوه. بعد كده بتعمل إيه؟ بروح لعيالي. طب والنهاردة؟ إيه اللي حصل بالتفصيل؟ أنا كنت رايح لعم جرجس زي كل يوم، وفجأة سمعت صوت سلامة خبونا عيصرخ ويقول امسكوا القاتل، امسكوه قبل ما يخرج. طبعاً أنا ما سكتش. وبعد إيه؟ بس قمت رمحت الحدي، لقيت عم جرجس غرقان في دمه. كان مات ولا لسه؟ باين كده والله أعلم. اخلص. كان مات يا سعادة البيه. أصل عم جرجس كان راجل كبير وما يستحمل شيء. سلامة كان فين؟ كان جنب عم جرجس وقلبيته غرقانة دم وفي يده الشرشار. يعني كان في إيده سلاح لما أنت وصلت؟ إيوه. يعني متلبس، ما خافش أو ما ارتبكش أول ما شافك؟ هو كل اللي كان عليه عيصرخ ويقول امسكوا القاتل، امسكوه قبل ما يهرب. وانت عملت ايه؟ رحت طبق في زمارة رقبته. اشمعنى؟ بقى يقتل عم جرجس اللي لحم اكتفي من خير وسعدت البيه وتقول لي اشمعنى؟ وانت مين اللي قالك ان هو اللي قتل؟ يا حضرة الضابط، الادلة كلها ضده. مش عرفك؟ شفته هو بيقتله؟ لا
لكن روحت لقيته قاتله. اللي يخليه يقتله؟ ما خبرش، أنا كل اللي أعرفه إنه كان عايز يتجوز بنته. والمجني عليه كان رأيه إيه؟ لأجل الأمانة كان موافق. تفتكر ليه بقى؟ الواد رايد البنت من زمان، وأهل البلد كلاتهم عارفيه. والواد كان للبنت؟ الشهادة لله، الواد كان ما يتعيبش عليه واصف، طيبة وأخلاق. إيه بقى اللي خلاه يقتله؟ ما خبرش. مش يمكن يكون حد تاني اللي قتله؟ حد تاني؟ حد تاني زي مين؟ لا يا حضرة الضابط، هو اللي قتله. طب ليه ما تقولش إن حد تاني هو اللي قتله وهو اللي اتمسك فيها؟ زي مين يعني؟ يعني واحد ليه مصلحة إن عم جرجس يموت. عم جرجس الكل كان هيحبه. حد ليه مصلحة من موته؟ تقصديها سعة البيه؟ يعني واحد هيتحكم في الأموال والأطيان اللي عنده بعد ما يموت. قصدك بنته؟ لا مش معقول أبداً. وليه ما تكونش أنت؟ أني؟ أيوة، وإيه المانع؟ تتقطع يدي قبل ما تتمدى على عم جرجس، ده أنا لحم التفي من خير وأسعد البيه. وتلحق تاخد لك حاجة من الفلوس بتاعته كده. طبعاً الراجل كبير وميت ميت، تطلع انت من المولد بلا حمص؟ لا ازاي؟ بعد السنين دي كلها اخون سيدي. عشان عيالك؟ عيالي. من بعد ما نمشي هراهم، وانت لا لك طين ولا دار ملك تويكل، لازم تقتله طبعا. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، احنا فقراء صحيح، لكن الخوانه مش في طبعنا واصل. البلد دي كلها ما عندهاش اللي عند الخواجه، وجوعها اولى بلحم طوره. تفسر بايه انه ما كانش بيسيب معاك الايراد لتاني يوم؟ ما خبرش. ولا كان بيسيب معاك المفاتيح؟ ما خبرش يا بيه، ما خبرش. واضح انه كان بيستأمنك قوي. بركات، روحات المتهم من الصلاح ليك. احنا كنا بنقول ايه؟ قلت لي انه كان بيستأمنك. انت دراعه اليمين حاجة كده؟ ايوه، انا دراعه اليمين. طب والإيراد والمفاتيح؟ يا سعادة البيه، بيت المؤمن تخرب قبل ما يبقى ظالم. يعني ايه؟ يعني في مثل بيقول حرص ولا تخون. والمال السايب يعلم السرقة. أباي. ويمكن يعلم القتل. يا سعادة البيه، الخواجة كان عايبشر كل حاجة بنفسه، وكان بيعرف ده رايح فيه وده جاي فيه، وده فتر موجودة في الوكالة والكل بخردلة. اهدى عم لوقا، اهدى. شوف، أنا حققت في جرائم كتير قبل كده، بس عمري ما وصلت للقاتل بالسهولة دي. عمري ما حققت مع قاتل يبقى أخو قسيس. المتهم هو يا حضرة الضابط. سلام أخو الجمص. سلامة. زكا سلامة، عامل ايه دلوقتي؟ بقى دي عاملة تعملها راجل، مسهرني مسهر البلد كلها. ايه، مش هتقولي بقى قتلته ليه؟